الموعد الثقافي. في تقديمه سارة بوعكا، أهلا بكم. والبداية بأهم أخبار الثقافة، أين شاركت يوم السبت 21 من نوفمبر السيدة مليكة بن دودة وزيرة الثقافة والفنون بولاية تيبازا في حملة التشجير الوطنية التي أشرف على انطلاقتها السيد عبد العزيز جراد الوزير الأول تحت شعار فليغرسها. وقامت السيدة الوزيرة بعملية الغرس رفقة جمع من الفنانين والمثقفين بحضور براعم الكشافة الإسلامية الجزائرية وأشبال الأمة وجمعيات من المجتمع المدني. وقالت وزيرة الثقافة والفنون السيدة مليكة بن دودة: سعدت اليوم بالمشاركة في حملة التشجير الوطنية، لا شيء أقرب إلى قلبي من الطبيعة، والأهم أن أتشارك مع أهل الفن والثقافة أفقا مشتركة ورؤية منسجمة نحو الوطن والحياة والثقافة. في خبر آخر، أشرفت السيدة مليكة بن دودة وزيرة الثقافة والفنون يوم الأحد 22 من نوفمبر بمقر الوزارة على تنصيب السيد زهير بلو أمينا عاما بالنيابة. وخلال مراسم التنصيب نوهت السيدة الوزيرة بالعمل الذي قام به السيد حكيم ميلود خلال فترة تكليفه بمهام الأمانة العامة، وأثنت على كفاءة الأمين العام بالنيابة الجديدة، ودعته لمواصلة العمل لتجسيد الأهداف المسطرة. وأعرب الأمين العام الجديد بالنيابة السيد زهير بلو عن شكره للسيدة الوزيرة على الثقة التي حظي بها، مؤكدا سعيه الحثيث لمواصلة العمل من أجل إيجاد الحلول للمشاكل العالقة. دائما مع وزارة الثقافة، أين فندت يوم الأحد ما روج له عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول خبر اختفاء 7 لوحات زيتية للرسام الإسباني الشهير بابلو بيكاسو. وكتبت وزارة الثقافة منشور لها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، قالت فيه: تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة خبرا مغلوطا حول اختفاء 7 لوحات زيتية للرسام الإسباني الشهير بابلو بيكاسو خلال سنة 2009، كان قد تم العثور عليها من قبل أحد المواطنين أثناء قيامه بحفر بئر في بلدة مدريسة على بعد 60 كيلومتر جنوب ولاية تيارت. ووصلت وزارة الثقافة وتنتهز وزارة الثقافة والفنون المناسبة لإفادة الرأي العام أنه فور تلقيها المعلومة خلال سنة 2009، نقلت هذه اللوحات إلى متحف الفنون الجميلة بالعاصمة للتأكد من هوية صاحبها. واختتمت وعلى ضوء الخبرة المنجزة من قبل المختصين باستعمال التقنيات الحديثة، تبين أن هذه اللوحات هي نسخ غير أصلية ولم تصدر إطلاقا على بابلو بيكاسو. من المرتقب أن يحتضن المسرح الوطني الجزائري محي الدين بشترزي تظاهرة سنوية جديدة مخصصة للفن الرابع تحت عنوان أيام القصبة المسرحية، حسب ما أعلنه يوم الاثنين المدير العام للمسرح محمد يحيوي. وسيتم تنظيم هذه التظاهرة من قبل المسرح الوطني وبلدية القصبة بمشاركة المسارح الجهوية وتعاونيات وضيوف مغاربة ما إن تسمح الظروف الصحية بذلك. وفي تصريح له بمناسبة إمضاء اتفاقية شراكة بين المسرح الوطني الجزائري والمجلس الشعبي البلدي للقصبة، أكد السيد يحيوي أن هذا المشروع جاء نتيجة لما قدمه أبناء القصبة للمسرح الجزائري. علاوة على هذه الأيام المسرحية، ستسمح الاتفاقية الموقعة للمجلس البلدي باستغلال فضاءات المسرح الوطني من أجل تنظيم الاحتفالات خلال الأعياد الوطنية والدينية، إضافة إلى أحياء يوم القصبة في 23 من فبراير. تحضيرا لمشاركة الفيلم الجزائري الموسوم هيليوبوليس في ترشيحات جوائز الأوسكار، التقت يوم الخميس 26 من نوفمبر بمقر الوزارة السيدة مليكة بن دودة وزيرة الثقافة والفنون المخرج جعفر قاسم والسيد طارق الأخضر حمينة ممثل اللجنة الجزائرية لأكاديمية الأوسكار بالولايات المتحدة الأمريكية رفقة بعض الفنانين. وجددت السيدة الوزيرة خلال اللقاءات التزام الدولة بدعم الفيلم التاريخي المنتج من قبل المركز الجزائري لتطوير السينما التابع لوزارة الثقافة والفنون ومرافقته للوصول إلى المراحل النهائية لهذه الجائزة العالمية. اللقاء كان فرصة أيضا للإصغاء لمحترفي القطاع حول التحديات التي يواجهها الفنانون في ظل الظروف الصحية غير العادية التي يشهدها العالم. من جهته أبدى جعفر قاسم سعادته للاهتمام المستمر والمتواصل للسيدة الوزيرة من أجل إنجاح مسعى بلوغ فيلم هيليوبوليس مبلغه المرجو. احنا اليوم avec monsieur Tarek Lkhdar Hamina qui représente donc l'agence du comité
des Oscars, le comité algérien de l'Académie des Oscars aux États-Unis, et qui ont sélectionné le film Héliopolis, les Dat el-Ikhraj Tao, produit par le CADC et soutenu par le ministère de la Culture. Donc aujourd'hui, on a rencontré Madame la ministre qui a bien voulu nous accueillir pour essayer de savoir quelles sont les étapes à venir pour Héliopolis en matière de présélection tel film les Oscars. Donc, on a atteint une situation, on lui a expliqué la situation, le film doit être soutenu, le film doit être ouvert pendant un certain nombre de jours. Une salle au moins mahloula pour chouchouer le film. C'est une des conditions pour que le film aille aux États-Unis. Donc elle a pris en considération toutes ces conditions malgré la situation sanitaire difficile de Tahnafeha. Le film la condition difficile, mais inshallah le ministère de la Culture va essayer de trouver une solution pour nous aider à ce que le film aille le plus loin possible et qu'il soit aussi soutenu par représenté, comme il est représenté par l'Algérie, il sera soutenu, inshallah. La réaction de Madame la Ministre, d'ailleurs on la salue, elle a été très positive et très accueillante. De toute façon, elle a toujours accueilli les films, depuis son installation, elle a toujours été disponible, en tout cas en ce qui me concerne, par rapport au projet qu'on lui a soumis. Alors il a dit représenté par Tarq Rahamina, surtout par Mohamed Rahamina qui est président du comité de sélection. Moi je ne suis qu'administrateur. Je voulais juste féliciter Jafar parce qu'il a fait un très beau film, que le comité pour la première fois a été unanime sur le choix du film, et que j'espère que les autorités algériennes, le ministère, après avoir vu le film, seront convaincus du soutien qu'ils doivent lui apporter pour encore une fois faire flotter le drapeau éventuellement aux Oscars avec un film qui est juste, qui est nuancé, qui est en même temps intelligent et qui peut être diffusé dans n'importe quel pays, y compris dans n'importe quel pays, parce qu'il a un côté universel et actuel, malgré que ça se passe pendant la période du 8 mai 45, quand l'armistice pour l'Europe a été déclaré, pendant ce temps, la colonisation faisait des massacres en Algérie. Le film n'est pas manichéen, il défend des faits historiques, et après chacun se fait son idée, mais je suis convaincu qu'il va rencontrer un grand public. Inch'Allah, j'espère qu'on pourra l'aider et que les autorités l'aideront pour faire du lobbying, pour pouvoir avoir les moyens d'aller se battre pour concourir pour le meilleur film étranger. تحصل الفيلم الروائي المطول الجزائري أبو ليلى لمخرجه أمين سيدي بومدين مؤخرا على جائزة جيرار فروكوتازا المهرجان لقاءات بلفور السينمائية الفرنسية حسب ما علم لدى فريق الفيلم. وحاز فيلم أبو ليلى على جائزة جيرار فروكوتاز عن كونه أفضل أول فيلم روائي خرج في قاعات السينما لسنة 2020. وشارك الفيلم الذي يعتبر أول فيلم مطول للمخرج أمين سيدي بومدين بعد الفيلمين القصيرين الجزائر غدا والجزيرة في فعالية الطبعة 72 لمهرجان كان السينمائي في مايو 2019 في مسابقة أسبوع النقد. نبقى دائما مع التتويجات والجوائز، حيث توج الجزائري مصطفى بن غرناوط بالمرتبة الثانية في مسابقة الأفلام القصيرة عن فيلمه حياة جديدة للسمك في مسابقة الإبداع الفني المنظمة من طرف منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو. والحديث عن هذا التتويج معنا عبر الهاتف السيد مصطفى. مصطفى أهلا بك. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. العفو. قبل كل شيء مصطفى، هنيئا لك هذا التتويج. الله يبارك فيك، شكرا. هنيئا للشعب الجزائري أيضا بهذا التتويج. نعم، بداية مصطفى، حدثنا عن هذه المسابقة، مسابقة الإبداع الفني، وعن التتويج الذي حظيتم به. مسابقة جائزة إيسيسكو للأفلام القصيرة هي مسابقة نظمت في شهر أبريل سنة 2020، وعرفت مشاركة 180 فيلم من مختلف أنحاء العالم، وكان لي الشرف للحصول على المرتبة الثانية مناصفة مع فيلم آخر من سلطنة بروناي.
جيد، حياة جديدة للسمك، إذا فيلم ينتمي إلى فئة الأفلام الإيكولوجية إن صح التعبير، مع العلم أن المسابقة عرفت مشاركة 180 فيلم من مختلف أنحاء العالم. إذا مصطفى، كيف كانت المنافسة عموما وفي هذه الفئة من الأفلام خصوصا؟ هي كانت معايير، يعني هي منظمة العالم الإسلامي عندها أولوية لبعض المواضيع مثل البيئة، التنمية المستدامة، السلام. هذه هي المواضيع اللي كانت عندها أولوية بالنسبة لاختيار الفائزين. جيد، إذا كلمة في الختام مصطفى، بمناسبة هذا التتويج للشباب الراغب في دخول هذا المجال، بماذا تنصحهم؟ أنصحهم هي لازم يكون عندهم ثقة في نفسهم، لازم حتى واحد ما يفشلوا، دايما يكون متأكد اللي راح ينجح. وحنا على بالنا بلي كاين هنا بزاف، راح يلقى بزاف صعوبات، لكن هذه الصعوبات هي اللي تخليه يكون أقوى ويكون جدير بهذاك النجاح. أكيد بالطبع، جيد. إذا شكرا لك مصطفى، إلى اللقاء. مشاهدينا، كان معنا إذا مصطفى بن غرناوت الحائز على المرتبة الثانية بمسابقة الإبداع الفني عن فيلم حياة جديدة للسمك. محليا، عرفت دورة شهر نوفمبر من المهرجان الثقافي الافتراضي للبوابة الرقمية بعنابة مشاركة 5 أفلام جزائرية من بين 16 والمتمثلة في معركة ضد المستحيل، قتلتم براءتي، صخرة ضد الشرطة، عادل وكوليس، على أن يتم الإعلان عن الأعمال السينمائية الفائزة يوم الفاتح ديسمبر المقبل. هذا وقد تم إبرام اتفاقية شراكة بين محافظة التظاهرة ومهرجان عودة السينمائي بغزة الفلسطينية بعد مشاورات بين الطرفين. وفي أخبار الثقافة والفن العالمية، أعادت فرقة الداي طرح الأغنية الجزائرية الشهيرة يا زينة بأسلوب موسيقي متميز لتنشر رسالة أمل في ظل جائحة كورونا، وجاء ذلك في إطار الحملة العالمية التي أطلقتها شركة كوكاكولا تحت شعار Open Like Never Before، وتتفاعل مع الوضع الحالي الذي فرضته جائحة كورونا على عالمنا. وقامت شركة بنشر رسالة أمل من خلال إعادة طرح الأغنية الجزائرية الشهيرة يا زينة، وتطل الأغنية بتوزيع مبتكر وكلمة جديدة تخاطب الجميع لتكون نشيدا لكوكاكولا التي اتخذته نداء للتأقلم مع التغييرات الطارئة ولتقدير أفراح الحياة اليومية كما لم نفعل من قبل. وتؤدي فرقة الداي هذا العمل الغنائي بأسلوب موسيقي متميز يمزج عدة طبوع غنائية كالجناوة والشعبي والفلامينغو، مقدمة بإيقاعات متميزة وأصوات شجية. ومكنت هذه الخطوة أفراد الفرقة من الاجتماع من جديد لتقديم الأغنية على شكل فيديو كليب معد بشكل يتماشى مع رسالة الحملة. ما زال النور يبان، مكتوب الله يزولوا المحان، هادي شدة وتزول ويولوا الأحباب خير من اللي كان. قعدنا في الدار وهاجوا الأفكار، والأفكار ضحات الصافية، المحبة كاينة وما زالت تكون قش مع الضاوية. إلى هنا مشاهدينا، نكون قد وصلنا إلى نهاية الموعد الثقافي. شكرا على حسن المتابعة، في أمان الله.